بتشجعك ما تشوفين مصر عايز تخرج عايزين تتمرن مع مستشعرك بعد ساعات التوصل والمجموعة قربت مثل ما الاعلانات السابقه احنا اعلنا انه متشابكين رحله صفر كانها متسعه واحده كانها متسعه واحده على طبعا ما سميها الشيء فتحه فيصبح راس المال كذا شكل الشيء فتحه لا وهو صناعه التوازي ما حسيت فيه بصرا الله ما سميها الشيء الله ما سميها الشيء ما بلت فيه وعلى الشيء فتحه وعلى الشيء فتحه هذا هو رسم الجبين ما عدا ما عدا مكتبه فلو انا راح اتفق متسع واحده لازم اصوره بالحل وابدا بالحل اللي جابه فراح يفتح يقول لك ان الاستعانه البكاء في الكل من متسع الكلمه يؤمر نفسيته هي في فتحه يعني حسب عدد الفرق كل
وصلنا المصر واستبدلنا الصناعه بماده عازله، خلينا ماده عازله واصبح فرق الجبر الان نفس المتسعه ما راينا في اليوم، بس وصلناهم عنها وصلناها عن المصدر وخلينا لها ماده عازله ثابت عازلها الكرب، فصارت هذا صارت فيك المتسعه واصبح فرق الجبر من كل طرف فرق الجبر واصبح فرق الجبر الموجود بعد انه طلع مصدر بعد مصدر مصدر نكتب جلسه في الكوكب يساوي 55 ضعف، هم قليلا اصبح فرق الجبر من كل ساعات 55 ضعف فجاه ثابت العزل. النوع الحقيقه هاي طبعا النوع ثلاثة مايكرو فارات ستو مايكرو فارات مرة ثانية. عندنا ملاحظة مهمة بما أنه كلمة فصلة فصلة بلغة الجنسي معناها يكون الكوكب ثابتة ثابتة ليش؟ لأنها فصلة مجموعة المجموعة لأن المجموعة مصدر فصلت عن المصدر فيكون كوكب فصلة. طيب هذا هسه اشتغل على كاس العزل وعندنا طريقة ثابتة كاس العزل ليش احنا نطلع على الحالة؟ ليش هو كل عزل؟ ثابتة عزل كم؟ يساوي على سي او ار يعني سي او ار 3 طبعا سي 3 هاي هو سي كي سي كي اللي بيجي هنا لما يجي سي اكوبلنت هاي اقول سي اكوبلنت يساوي سي بان ار زائد سي 3 سي بان ار سي بان ار هاي انت سي كي تساوي سي كي سي اكوبلنت تساوي سي بان ار زائد سي كي سي اكوبلنت ما عندي سي بان ار عندي لا عملية يقول كل السعر المكافئ في هذا الرسم موجود عند الشكل 43 في الكتاب المدرسي. هذا راح ارسم لك انا في السبوره ثم ان شاء الله اشوف شوي عن السعر المكافئ هذه مساله 9 صفحه 44 كتاب مدرسي.
يجب ان الثالث يتعامل مع الدرس ويتعامل مع بدقة لكي يستطيع ان يعني يحل سؤالي بسيطا، ولا سيجيب سيفا وانما يبسط السؤال شوي شوي. فانا هعلمك شلون تبسط السؤال. اول شيء بالنسبه لي انا اتكلم عنه هو انه انا نفسي بالدوام او الشبكات او بالاحتياج الطبيعي عندي نقطه خير تفاهم وحده يدفعون حقها والاخرى يدفعون يجرون بها مره ثانيه اخرى. فهسه لو تشوف راس المال عندي نقطتين هو النقطتان هما و بي. فانا مثلا خليني راح اقول هذا الرسم اوضحه بشكل اكثر بشكل اكثر. راح ارجع ارسم النقطه هذه. لاحظوا ان هناك تقارب علم راح تمشي بكذا معين وراح اصير كلها باللون يختلف على مود تشوفه. هذا الفرع الاول. وارجع اقول لك شو هذا او شو هذا شو هذا واحد. اقول ويلو انا الان فعلا فإذا جيت متسعة سي 1 بعدين فإذا جيت نكمل متسعة سي 2 بعدين وين يرجع؟ يرجع إلى بي فإذا رجع إلى نقطة بي هاي نقطة بي لاحظوا هاي نقطة بي ذا سار إند فايف ذا سار فريق أول اللي في نفس النقطة عبارة عن مسافتين على الطوارئ سي 1 وسي 2 في وسط العدوان هذه نقطة ارتفاع بهذا الشكل. إذا هناك مسلك الواحد اللي هو مسلك نفسه لاحظوا مسلك واحد خلاص. طيب الطريق الثاني وين؟ الطريق الثاني هو هذا. طيب شو هذا الطريق؟ يقول راح امشي على هذه المتسعة فراح امشي إلى هذه المتسعة لما تمشي إلى هذه المتسعة على هذه المتسعة سي 4 هاي سي 4 وبعدين على المتسعة سي 5 وبعدين ارجع لبي سي 5 وارجع لبي مرة أخرى. إذا صار هذا بس الدائري الشكل بقى عندي طريقكم آخر اللي هو لا على اسم البترول الأحمر وصار الطريق من أجل بي مباشرة عبر المتسعة سي 3 تبتطلب عندنا من أجل بي على الطريق الأول جدا وهذا الطريق الثاني وهذا الطريق الثالث من أجل بي عبر المتسعة فلاحظوا هذا الرسم الصعب بشكل صحيح لنا متسعات موجودة في هذه الحالة في حتى هذه في حتى هذه وبعد الحرف لولا مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة وقطعت فتلاشى هذه السهولة راح أفرض دولة سعتهم في فتحة وأفرض دولة سعتهم في فتحة فراح يصبح رسم مالي بشكل في فتحة وفي 3 وفي 3 لم تتعامل على التوازي وقال علي كل سهل من إجابة في فتحة وفي فتحة وفي 3 هذا على التوازي سهولة أن تفكر سعبك بس على علينا نجد أولا في الوقت واجد نحو في فتحة واجد في فتحة ثم تبقى فعلا في الوقت يساوي سي فتحة زائدا سي 3 زائدا سي فتحتين وهذا ما عندي وهذا ما عندي يجب ان اضيفه فراح اجي بهذه الطريقه دي فبشوية حليت بها راح اقول نفرض الليل الشعر المكافئة للمتسعة والمتسعة تساوي او هي سي فتحة واحد على سي واحد واحد على سي واحد واحد على سي فتحة يساوي واحد على ستة زائد واحد على ثلاثة فيطلع سي فتحة يساوي مايكرو إذا استعرض لنا كتبوا مايكرو نجي على نفر أن الشيء المكافئ المتسعتين سي 4 وسي 5 هي سي فتحتين وإذا المتوسط
تسعه المضاعف ثمان وقت واحد زائد اثنين هذا واحد على سالفه اثنين يطلع لي واحد على سالفه اثنين يساوي 3 على 18 اذا سالفه اثنين يساوي 6 مايكرو خلصنا من هذا Thank you.